في الثاني ممتاز. Yeah. الهدف الثاني كان ممتاز من قبل غوتسي. Yeah. لقد كان مهددا لحارس مرمى البرازيل منذ البدايه. ثم روبينو محمد يغلط نور اثر ضربه جزاء يذلل الفارق المنتخب البرازيلي، لكن المنتخب الالماني عاد وتمكن من تسجيل هدفه الثالث. هذه استمرارية لعطاء المنتخب الألماني هشام في الشوط الأول. عموما يعني بصراحة اللي كان واضح أنه الأطراف بالنسبة للمنتخب البرازيلي كان أندري سانتوس ولا مايكون اللي هو داني ألفيز، بصراحة كانوا يعني بعيد كل البعد عن مستواهم. وفي المقابل أيضا دخول غانزو في الشوط الثاني أضاف إضافة كبيرة. نحن نشاهد هذا التمريرة الأكثر من رائعة